90% من الشعب السعودي أقل من 30 سنة. وبكل صراحة لن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة، سوف ندمرهم اليوم وفورا. سوف نقضي على بقايا التطرف في القريب العاجل، فلا أعتقد أن هذا تحدي، لأننا نمثل القيم السمحة والمعتدلة والصحيحة، والقضية معانا والحق معانا إحنا.